ارحب بضيفنا في هذا الملف، ينضم الينا الاستاذ ماهر زيد وهو عضو مجلس نواب الشعب التونسي. سيد زيد مساء الخير. ابدا بهذه الحمله كما وصفت التي تتعرض لها حركه النهضه، معتقلين اثنين، اخر من سينضم الى المعتقلين الاخرين الأونيسي وال يعني البراهمي أو الهاروني عفوا، يعني ما تفسير هذه الحملة وما دوافعها؟ هل تجد تفسير أو مبررات لدى السلطة ربما للقيام بهذه الاعتقالات؟ يبدو أن سلطة الانقلاب ماضية في مشروعها القائم على تصفية الطبقة السياسية والنافذين في المشهد العام من أجل فسح المجال أمام سلطة الانقلاب للمضي قدما في ترسيخ مشروعها الاستبدادي. حركة النهضة بلا شك هي الحزب الأكبر في البلاد، الحزب الأول في البرلمان، الحزب وما قدرة على التجييش في الشارع الأكثر تنظيما، هذا واقع. ويبدو أن عملية زعزعة الحزب والعمل على وضع أكبر عدد ممكن من قيادته بين سجن وإقامة جبرية هي أولوية عند هذا النظام الاستبدادي للحيلولة دون تكتل الطبقة السياسية وفسح الفرصة لها لإعادة تنظيم صفوفها مجددا بعد ضربات الموجة التي تلقتها قبل أشهر من خلال اعتقال عدد كبير من القادة السياسيين وما رافقه أيضا من اعتقالات طالت القضاة والصحفيين وغيره، مما جعل جوا من الخوف والرعب يخيم على يعني على المشهد العام في تونس، وحدا بالتحركات التي كانت تنتظم بشكل دوري في الشارع بالتراجع وفسح المجال امام النظام من اجل ولكن هذه كان حكمه. لكن هذه السياسه سيد ماهر زيد لو سلمنا بانها في محاولة لتشتيت ربما المعارضة من أن تجتمع على رأي واحد وأن تصبح ربما منافس أو مهدد قوي للانقلاب أكان في الشارع أو في أي منافسة مقبلة، لكن إلى أي مدى نجح أو نجحت سلطة الانقلاب في ذلك، وما هو المدى الزمني الذي يمكنها أن تستمر في مثل هذه السياسة برأيك؟ نعم، هي محاولات يعني تجربها سلطة الانقلاب، وكلما لم تجد ممانعة ولم تجد معارضة سواء من الطبقة السياسية أو المنظمات الحقوقية والمثقفين وغيره، أعتقد أنها ستمضي قدما في مزيد تفكيك منظومة المعارضة في البلاد. طيب يعني هل يبدو لك أن المنظومة التي تدير الحكم أكانت الظاهرة للمواطن التونسي أو الخفية، لأن المواطن التونسي ما زال يشعر بأنه هناك أيادي خفية ربما تدير المشهد من خلف الستارة كما يقال، هل تبدو لك متجانسة وقوية بما يكفي أن تستمر؟ الحقيقة لا، ويبدو أنك قد وضعت أصبعك على الداء أستاذ صالح. فمنظومة الحكم اليوم وهي منظومة تكفر إن شئت بالأحزاب ولا تعترف بأي دور للأحزاب السياسية في تسيير البلاد، وأن السلطة كلها بجميع مؤسساتها وأجنحتها يجب أن تكون في قبضة الرجل الواحد صاحب الرأي الواحد. هذه السلطة تتنازعها أجنحة غير متجانسة دخيلة على الإدارة وعلى الدولة، تتحرك من وراء ستار تناور، وليس بالضرورة أن كل ما تقوم به يمثل ضرورة توجيهات قيس سعيد أو رأيه.
فهناك تصفية حسابات تجري في المحاكم مع الطبقة السياسية والمعارضين، وانتقاء للأسماء بعناية فائقة جدا. لا أعتقد أن قيس سعيد بمفرده هو من يقف وراء هذا، أعتقد أن بعض القوى السياسية التي فشلت طيلة 10 سنوات كاملة بعد الثورة في الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها لضعف وزنها الانتخابي، لكنها متغلغلة بشكل أو بآخر في بعض مفاصل الإدارة وعلى رأسها مؤسسة القضاء. هذه الأطراف السياسية، أقصد يعني صراحة اليسار الاستئصالي الذي لا يؤمن بالتعايش والاختلاف في تونس، هو الذي يخوض هذه الحملات ويقودها في تصفية خصومه التاريخيين باسم إجراءات الرئيس وتعليمات الرئيس ومراسيم الرئيس إلى غير ذلك. ولكن هذا إن صح هذا التوصيف سيد زيد، هذا إن صح هو يعني وصفة للانفجار ولو بعد حين، يعني لا يمكن لمنظومة تحكم بهذه الطريقة أن تستمر طويلا. فهل نحن أو تونس مقبلة ربما على شهور ساخنة وتونس طبعا على أبواب ذكرى ثورتها مع بداية العام المقبل؟ نعم، أعتقد أن العام المقبل سيكون الأكثر سخونة. الرئيس سيكون أمام أكبر تحدي منذ انقلابه في جويلية 2021، أقصد المحطة الانتخابية المنتظرة في أكتوبر 2024، ولا ندري كيف سيتصرف قيس سعيد حيال هذه المحطة. هل سيدعو إلى انتخابات عامة ويفسح المجال للمنافسة الشريفة والنزيهة والشفافة ليضع تجربته على المحك ويضعها على كف عفريت، يعني ويخوض المغامرة الغير محسوبة، أم أنه سيواصل تجاهل الجميع ولا يريهم إلا ما يرى ويستمر في الحكم بمفرده ضاربا عرض الحائط، مختلف الآراء ومختلف ما أجمع عليه التونسيون واشتركوا فيه طيلة العقد الأخير؟ أختم معك بال على الأقل الشق الاقتصادي. وفق ما تتابع، كم يمكن لتونس وهي في وضع الحقيقة الآن بكل المقاييس صعب للغاية، كل الخبراء الاقتصاد وكل المراقبين في الداخل والخارج يجمعون على ذلك، هذا أمر لا خلاف حوله، في هذه الوضعية كم يمكن لتونس أن تصبر وأن يعني تستعيد أنفاسها لو قدر لها أن تجد صيغة ما مع صندوق النقد الدولي أو غيرها؟ يعني كم شهر، أعطيني مدى زمني يمكن أن تستمر فيه الوضعية على هذه الحالة؟ بداية ليس هناك أي أمل في عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على الأقل بالنسبة لهذه السنة 2023 وبداية 2024، هذا ما صرح به مسؤول الصندوق صراحة، وكرره مسؤول الاتحاد الأوروبي أيضا مرارا، لن يكون هناك اتفاق ما لم يقدم نظام قيس سعيد على تنفيذ ما هو مطلوب منه من طرف هذا الصندوق من إصلاحات بين ظفرين. قيس سعيد يعلم أن هذه الإصلاحات بين ظفرين والمقصود بها أساسا رفع الدعم عن المواد الأساسية، مما يعني ثورة اجتماعية يعني عارمة ستهدد هذا النظام البوليسي الحديدي الهش في الحقيقة، لأنه يقوم فقط على البطش ويقوم على القبضة الحديدية لفرض مشروعه وخياراته. في المقابل آخر تصريحات التي تؤشر إلى الفترة الزمنية التي يمكن أن يصمدها هذا النظام، أستحضر هنا تصريح أمين عام حلف شمال الأطلسي الذي صرح قبل 6 أشهر بأن تونس على أبواب الانهيار الاقتصادي الشامل بين 6 و9 أشهر القادمة، يعني بقي 3 أشهر حسب توقع أمين عام الناتو، وهو لاعب مهم في المنطقة، ويعني جيران تونس الشماليين هذا ما يتوقعونه.
إضافة طبعا إلى التصنيفات التي تطلقها أو تصدرها بعض المؤسسات النقدية نعم الدولية كل 3 أشهر، والتي تضع تونس في نفس الرتبة مع بعض الدول مثل سوريا التي مزقتها حرب خلال العشرية الأخيرة. تونس يعني ائتمانيا هي في نفس المرتبة مع سوريا ومع إحدى الدول الأخرى، وهي الدول الأقل ثقة في نظر الصناديق والبنوك والجهات المانحة في العالم. نعم وبالتالي لا أعتقد بأن هناك من سيتجرأ أو يغامر على الاستثمار في تونس في ظل هذه الأجواء، أجواء الضبابية، أجواء عدم الوضوح، حكم الرجل الواحد والرأي الواحد، غياب الشفافية، غياب الوصول إلى المعلومة. إذن هي أجواء لا تشجع بالمرة على الاستثمار ولا على إقراض تونس، حيث يعني يفترض المقرض وجود حد أدنى من الضمانات لاسترجاع المبلغ الذي سيقرضه، وهذه الضمانات غير متوفرة بالمرة في تونس اليوم. السيد ماهر زيد عضو مجلس نواب الشعب التونسي، نشكرك جزيل الشكر.